السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أمباك كازابلانكا إيموبيليه. اليوم نقدم لكم شقة كبيرة مساحتها 120 متر مربع للكراء في حي بوستيجور بقلب الدار البيضاء وبجوار القطب المالي للدار البيضاء كازا فينانس سيتي، وقرب محطة ترامواي والباسواي وأنفا بارك. الشقة كما لاحظتم مشمسة طوال اليوم ومن واجهتين، أي أنها مشمسة صباحا ومساء. تتواجد بالطابق الثالث في عمارة يقطن فيها فقط العائلات، والشقة أيضا مخصصة فقط للعائلات. كما لاحظتم تتميز ببالكون كبير جدا، صالون كبير وغرفتين، غرفة بالخزانة وغرفة بدون خزانة، بالإضافة إلى بهو كبير، حمام ومرحاض. إذن هذا هو الحمام كما لاحظتم، المرحاض بجواره، بالإضافة إلى مطبخ كبير ومجهز بالخزانات أيضا. إذن الشقة مساحتها 120 متر مربع مشمسة طوال اليوم، تتكون من صالون وغرفتين وحمام ومرحاض ومطبخ، بالإضافة إلى بهو كبير. هنا كما لاحظتم غرفة ثانية. وبالنسبة للثمن فهو مناسب بالنسبة للمنطقة، فهو 3600 درهم شهريا مع تسبيق شهرين.